العلم يعني أفار حتى البادج متاعك لازم تريزيرفي على الفيلم قبل ما تدخل، يعني تاخو تيكي قبل ما تمشي نلقى. ثانك يو، شكرا. نقول لكم حاجة، نقول لكم دعم شفتوا جوست سبيسيوس. يلا طب استنى بقى لحد لما الناس تخش عارف عندهم ايه. اليوم الحلو ده، ايه اليوم الحلو ده. بس طبعا انا على الناس الحلوه دي، طبعا انا بس عايزه اقول لكم ان معايا ست جميله جدا وصديقه وظهر واخت وصحبه وام وليها كل المعاني، في عشره عمر بينا، في تاريخ، في اوجاع، في احزان، في افراح بقى ما اقولكوش، في ضحك للركب بيني وبينها، في اسرار، في فلس بس عايزه اقول لكم حاجه، انا عارفه ان اسعاد مش من النوع اللي ممكن تيجي في اي ندوه، لان هي مشغوله جدا، دي نمره واحد. نمره اتنين مش عايزه بقى تبقى بتتخض. فانا بشكرك جدا لحضورك النهارده، وكل الجونه فيلم فيستيفال بيشكرك جدا، لانك انت بجد عامله لنا حدث في الجونه فيلم فيست. حبيبتي ربنا، حدث كبير. سقفه كبيره لمدام اسعاد لو سمحت. احنا انا مش عايزه اقول بقالنا كام سنه عشان يعني هي ظروفنا مش كويسه، عشرتنا من اربع دقايق واي باك. وبالتالي مع كل الاحترام والتبجيل والاعتزاز والتكريم لمهرجان الجونة، لكن يسرى لما تطلب مني اي حاجة في اي وقت في اي نوع من الحاجات، انا ما اقدرش اتأخر ثانية واحدة. انا بحبك، فعشان كده بقول لكم هي فيها كل المعاني، فيها الجدعنة، فيها الشهامة، فيها الصداقة، فيها كل المعاني، في تمثيل، في الكتابة، في الانتاج. لانك انت كنت صاحبه اكبر شركه انتاج في مصر في وقت من الاوقات. في اذاعه، في تلفزيون، في مسرح، في سينما، يعني مشوارك غني بكل انواع الارتس اللي موجوده. بتحسي ايه؟ اكثر فتره بتحبيها في حياتك؟ اكثر فتره او فتره حسيتي بيها انك انت دي فترتك الذهبية؟ لا، ما عنديش الفترة دي، يعني أنا كنت في الإذاعة عاشقة جدا للإذاعة وفرحانة قوي بالبرامج أو الانتصارات اللي بنعملها. لما ابتديت أمثل ابتديت أبقى عاشقة جدا للتمثيل، فرحانة قوي الحمد لله. أنا يعني ابتديت حاجات بسيطة قوي وأنا لسه بدري، يعني من سنة 72، لكن بدايتي كانت 77 في حكاية المسؤولين بداية حاجة. فأنا نجحت فجأة، وبالتالي بقت عزيزة عليا قوي الفترة دي. هي الحكاية إن أنت لما زي ما أنت عندك مليون ألف حاجة تشتغليها وتجري عندك مسارات، بتبقى كل حاجة ليها معزة جدا جدا جدا. لو بعدتي عنها شوية توحشك، لكن ما حدش فيهم يتفوق على التاني. طب أنت مش حاسة إن أنت في الفترة دي متوجة؟ حاسه بالمعنى ده عندك دلوقتي؟ حاسه ان ربنا بيعوضك. الحمد لله. عشان صراحه احنا بنشقى بس ما حدش عارف. هتكلميني عن كواليسها وعن كواليس عن معاكي وعن سمير وعن سمير البدل العظيم. كواليسنا انا وانتي وهي. كواليسنا في الأوكاتو كان الفيلم كان صعب، لأنه تأليف وإخراج رأفت بيه ونا من عباقرة السينما المصرية.
ودايما المشهد عنده له لير واثنين وثلاثه واربعه ورا بعض. ويسرى البطله وعادل امام البطل. انا مش هقول اساتذه وحاجات دي لان انا بعتبر ان لما اقول اسم عادل امام ابقى انا قلت لقب عظيم، او بقول يسرى انا قلت لقب عظيم. فاشتغلنا مع بعض في الفيلم ده كله. احيانا احنا يعني الوحيد اللي كان فاهم الفيلم على فكره عادل، والله العظيم احنا ما كناش فاهمين الفيلم واحنا بنصور. يعني ما نصور مع عادل وما بنحاول نلعب مع العبيطين، بس احنا مش عبيطين خالص، مش عارفين مش فاهمين حاجه. وبعدين عادل امام الوحيد اللي فاهم المورال اللي ورا الفيلم ده، ورا 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 الفيلم ده. ف كواليس تصويرنا كانت رهيبه. افتكر ان احنا رحنا نصور في الاسماعيليه، والاسماعيليه كان فيها حي جديد خالص لم يسكن بعد، كله لسه يا دوبك البيوت واخده اللون كده، مش طوب احمر يعني، واخده اللون كده، لكن الحي فاضي تماما. وقعدوا يشوفوا هينزلونا فين، فنزلونا في حاجه مش فاكره ده اوتيل ولا ايه مش فاكره. وانا ويسرى نزلونا في اوضه مع بعض فيها سريرين وحوض بس. لا بقيت الحمام مش موجود، لا بقيت بقى حوض بس. التفاصيل بقى يصعب شرحها يعني. وبعدين خدونا في الحي المهجور قوي ده، هنصور شقتنا اللي هي يسرى وعادل وانا وبيجي لي فيها محمد الشرقاوي خطيبي، وهي كوره ارضي كده، حي فاضي تماما. دخلنا نصور، طلعنا لقينا اسماعيليه في الحقيقه قاعده بره بره البيت فعلا يعني. ووقتها كانت حتى الدنيا ممطره، فكانوا حاطين لنا طوب كده نعدي عليه، فجرونا على الطوب ده بسرعه ولقوا مدرسه فاضيه كده، راحوا ضاربيننا جوه المدرسه وقفلوا علينا عقبال ما يفضوا بقى الليلة ويجيبوا الكتابات والاجهزه وكده. قعدنا شويه جوه محبوسين بقى، فلقينا وقعت في ايدنا نسخه من الفيلم اللي كان المساعد الاول فيه المخرج، بعد كده بقى مخرج محمد النجار الله يرحمه. طب تقولي ايه لعادل امام دلوقتي؟ نفسك تقولي له ايه دلوقتي؟ هقول له ان انت طبعا وحشنا، وطبعا لاننا بنحبك قوي عايزينك تكون مبسوط ومرتاح، وقرارك ما حدش بيضايقك فيه او بيخليك ترجع عنه عشان تقابل حد، وانه اكيد هنيئا للاحفاد انك انت قاعد في وسطهم تلعب معاهم، لان دي لحظات برضه ثمينه جدا، وانك انت جوه القلب وجوه العين وجوه الذاكره مدى الحياه وما بعد الحياه. بأكد الكلام ده هو بقول له بجد وحشنا يا زعيم. انا اسمي جديد سامح، تانيا اعلام بايو. وجودي في توك زي دي طبعا كان حلم من احلامي، انا ما كنتش مصدق اصلا انا قاعد هنا. كان عندي سؤال، انتوا حضرتكوا كنتوا بتقولوا ان كنتوا بتعرفوا الفيدباك بتاع المسلسل من الشارع، طالما الشارع فاضي يبقى المسلسل ناجح. وحضرتكوا عصرتوا الفيلد بتاعنا ده ما قبل السوشيال ميديا، ويعتبر حضرتوا مراحل السوشيال ميديا التطورة كلها. هل شايفين السوشيال ميديا بعد ما بقى الفيدباك انستنت على طول، بعد ما الحلقة بقت بتنزل والفيدباك بقى أسرع، هل دي حاجة ساعدت الفيلد، ولا زمان كان أحسن إن إحنا كنا بنعرف الفيدباك بتاع الحاجة إنها حلوة ولا لأ عن طريق الشارع أو الناس؟ شكرا. لا أنت الأول أنت بتقفل، فأنا هقولك بعدين. الفيدباك اللحظي بتاع السوشيال ميديا الأيام دي نصه صادق ونصه كذاب. احنا كنا بناخد الفيدباك من الشارع ومن الرؤيه النقديه، الحركه النقديه في مصر، ومن البرامج، لان احنا كان عندنا قناتين ثلاثه والمسلسلات راجل على قناتين ثلاثه دول، فكلنا باي ديفولت قاعدين نتفرج، يعني ما فيش حد وراه حاجه ثانيه. فكان مسلسل 8 وربع ده ومش عارف ايه، كل البشريه قاعده تتفرج، والفيدباك كان اصدق بكتير. الا اللهم الا اذا كان في حد عايز يضايق حد او مش حابب النجاح ده. الاستثناءات دي كانت قليله الحقيقه،
النهارده الفيدباك انا بعرفه من الكومنتس بتاعت الناس مش من الفريكوانسي بتاع الشيرز. ليه؟ لانه في لجان كتير وفي ناس بقى عندها بقى شغلتها انها تشتغل بتعمل بروموشن وبتجيب مشاهدات وتعمل مش عارف ايه لعمل معين يعني paid job يعني بتبقى الناس بتاخد فلوس علشان تقاوم العمل ده. انا بعتبرهوش صادق تقاوم العمل او تشتم العمل لصالح حد ده موجود وكلكم عارفين ده موجود بس الجينيون بيبان في الاخر يعني الحاجه الاصيله بتبان على طول وبتفرض نفسها مش على طول لكن بعد فتره قصيره بتفرض نفسها ونقدر نتلمس صدق النجاح من الادعاء يعني. بالنسبه للسوشيال ميديا انا بشوف ان هي سلاح ذو حدين وانا اعتقد ان انا قلت الكلام ده كتير قبل كده بس السوشيال ميديا لو استعملتها غلط بتبقى من اوحش ما يمكن وبتبقى مضلله وفي نفس الوقت لو استعملتها صح واديت المعلومه الحقيقيه هتبقى بتخدمك فطبعا ده على حسب ضمائر بقى البشر اللي موجودين. الدنيا متغيره احنا يعني زمان احنا كنا ننزل ونصور ونشتغل ونرجع ممكن نروح سينما او ممكن نتعشى بره بس هنتقابل هنبقى مع بعض. النهارده لا النهارده الوقت بيجري بشكل جنوني ومعندكش البلاجر او الوقت انك انت تعمل كل الحاجات زي ما كنت بتعملها قبل كده. الهانم دي لما كنا صغيرين كده وفاضلين شويه كانت تقول يلا هنتغدى عندي هنتغدى عندي فنروح عندها انا وسيف انا وسهير وصفيه العمري فتخش المطبخ قطع بصل خرط بصل كتير دواير كده وسمنه وحتتين ثلاثه لحمه مش عندي غيره لا لا بطلت عليا النعمه ما كان عندي غيره لا هو حضرتك انت كنت قصدك فتعمل ايه فتعمل بقى صوص بني بنت لذينه مع اللحمه دي بقى صوص بني فظيع ورصه عيش بلدي قد كده ونحط الصينيه دي على الارض عشان نزقزق في السمنه بس كانت حلوه يعني مفترية حلوه انا وهي وصفيه صفيه بقى صفيه دي برضو خدت شويه حلوين اه برضو المشهد المواجهه مع استاذ عادل والتحضير مع طبعا استاذ مروان مشهد زي ده ممكن يتاخد وان شوت وخلاص ولا بنحضر له قوي بروفات قوي احداث الترابيزه اصلا في الاول لانه مشهد مهم هيطلع فيه مشاعر وانفعالات ممكن تطلع هي في تيك واحده عايزين نقول فيه كواليس او حاجه طبعا من تحضيرات المشهد ده والشخصيه بكل انها مختلفه تماما عن اي حاجه في طريق الكل طبعا. السؤال الثاني كمنتجه وانت اتاكد نجوم كبار جدا بس كلهم كانوا دايما بيتكلموا ان انت راهنتي عليهم في مشاريع ما كانش حد مصدق فيهم. انت بتقولي في افلام ما اتعملتش بس ايه الافلام اللي كل الناس حواليك ايه قالوا لك استاذ اسعاد الفيلم ده مش هجيب فلوس او مش هيعمل حاجه او لا بلاش وانت لا دفعتي فيه وراهنتي ولا دفعتي فيه؟ طيب السؤال الاول هو في مشهدين. في مشهد اللي انا بدخل فيه عليه اوضه النوم هو وهند ده كان لازم يتعمل من ثلاث اربع زوايا والظابط ورايا وهو بيضربني بالشبشب على دماغي وحاجات دي ده كان لازم يبقى كذا زاويه وكذا شوط. اللي بيخش عليا البيت وبحبط عليه الغازة وبطرده ده اتعمل من وجهتين نظر بس يعني اتعمل من ناحيتي من الكاميرا شايفاني كله واتعمل من وجهه نظر عادل كله فهو اتعمل مرتين كانه وان شوت. مش قادره افوت الفرصه وما احييش ابن الحبايب ابن مروان مروان حامد ابن وحيد حامد وابن الاستاذه زينب سويدان والدته اللي هم انا حضرت خطوبتهم خطبوا بعض قدامي في الاذاعه هو شويه وكده والله دينا السودان واحنا قعدنا نساعده شخصيات عظيمه يعني. فمروان من يوم وانا عارفه من قبل ما يعمل يعقوبيان
أبوه أنتج له وكتب له سيناريو قصة ليوسف إدريس اسمها أكاد يجب يا ليلي أن تضيء النور، وده عمل عبقري جدا. أتمنى إنه يبقى أكثر انتشارا. أعتقد إنه روتانا تملك العمل ده، بس أتمنى إنه ينشر أكثر من كده، لأنه عمل عبقري لشاب صغير في بدايته، ومن هنا انطلق مروان حامد الرائع. انتوا قاعدين في الشمس ليه؟ ما تيجوا كده شويه بجد. يعني انا قاعد صعبان عليا عشان كده، انا مش شايفه اي حد. تقدروا تشوفونا وبتاع؟ لو حركنا الكرسي بس كده يعني ما اعتقدش هتبقى فيها مشكله، عشان نستمتع معاكم بس. والنبي ما زعلت ابدا. ايوه شكرا. شوفي سؤال سهل ازاي والاجابه حصلت ايه؟ الحمد لله. صباح الفل. انت مشرفنا وكل الفنانين الموجودين النهارده من الاستاذ فتين تاني وكل الاساتذه اللي موجودين، بشكركم جدا جدا على وجودكم. في اساليب عن قصه غرامي مع اشرف، يعني احكي لنا بقى. والعمر الطويل برضو في بداياته خالص، من بعد خشب الورد لما عمل تقريبا اول دور سينما معانا في ليله القبض على بكيزه وزغلول، وكان عامل نفس العسكري اللي عنده في خشب الورد، وانطلق من هناك. وانا يعني بحترم اشرف قوي، لكن ورا فكره الوحيد انا عندي اكسر بقى واقف. يا لهوي يا لهوي يا استهوي. أولاً لازم نشكره جميعاً لحضوره مهرجان الجونة، لأن ده شرف كبير لينا إن رئيس مهرجان القاهرة يكون موجود معانا. اشتغلتوا مع بعض ولا ما اشتغلتوش؟ اشتغلتوا؟ عملنا عملنا رجال العالم اتحدوا، وعملنا حب وسنين. وانت ايه الاكل اللي دمك بيرفضه وياخد موقف منه فما يتقدمش فتدخل منه؟ الله العظيم. فروحنا عملنا ايه؟ التحليل. هو طلع بقى بص من خبص برضه، ما انتوا اصحابي الحمد لله. يعني بنصور في المحكمه بالليل، ودايما المحاكم بنصور فيها ايام الجمعه عشان فاضيه. فبالليل المحكمه يعني ناهيك بقى عن في جواها ناس واخده احكام، فبتطلع من يعني حاجات عفريعه كده يعني. فالمهم ايه، بنصور بقى في حاجه مش عارف ايه، ولقيت لك حسين داخل من بره ماسك كيس قد كده في سوداني بقشره محمص. يا نهار اسود، ايه يا سحس ده؟ قال لي مش طلعت ما بتخانش منه؟ والله العظيم قعد ارقد الكيس كله اللي يديني شويه، والله العظيم ارقد الكيس كله وعمال يغيظني، يعني كيس تاني مزبله وارقد واحنا بنمثل بقى مش عارف ايه، وده قاعد وانت حبيبتي ها اموت. ما انا قاعد خنانة، هو ما بيتخنش بقى، وطلع بيتخن من الخميره. الفستق شيك بس، حتى في التخن بتاعك مش ممكن يتخن. وخس خس والله العظيم. أمر يا أمر. أنا طبعاً أولاً سعيد جداً أنا موجود في مهرجان الجونة، وسعيد جداً بكل النشاط اللي بيتم في المهرجان، من ندوات، من أفلام، من الحب اللي أنا شايفه هذا الجمهور الكبير الموجود. فطبعاً أنا أولاً كسينمائي سعيد جداً أنا موجود هنا، وسعيد أن أنا موجود في مهرجان بهذا الشكل موجود في بلدي، وسعيد كمان كرئيس مهرجان القاهرة أن أنا بشوف مهرجان ممتاز. الحقيقة أنا استفدت، أحب أقول لك استفدت جداً، ومستنيكم جميعاً إن شاء الله في مهرجان القاهرة. ده موعدنا يعني. أقوله عمرو مانسي السي او، نفسي أقول كلمة بس لإسعاد بقى، لأن طبعاً يسرى وإسعاد بالنسبة لي قريبين جداً لقلبي. مرينا في تجارب جميلة جداً مع بعض، سواء كنا في الأعمال اللي إحنا قدمناها أو في الحياة الشخصية.
فاحنا اقرب لبعض بشكل كبير جدا. الشغل مع اسعاد طبعا حاجه ممتازه جدا لانها اولا رائعه جدا في العمل، دمها خفيف جدا طول الوقت، بتسعد كل اللي حواليها، بتطفي روح من البهجه واحنا بنشتغل، بنبقى حابين العمل اللي احنا بنعمله. مع يسرى طبعا مش قادر اتكلم ولا مش قادر اقول، لان الحب اللي بيني وبينها برضو طويل من زمن طويل، واعمال الحب اللي فانا سعيد جدا اني موجود بينكم، وسعيد ان انا موجود مع اسعاد ومع يسرى، وسعيد اني موجود في مهرجان المونة، واتمنى له كل النجاح المستقبل. شكرا. استاذ عظيم السيده اسعاد يونس اللي هي فنانه ومنتجه وممثله وكاتبه، وصاحبتي اولا واخيرا، تحيه كبيره لمدام اسعاد.